إذن نناقش هذه التطورات المتعلقة اليوم بالضفة الغربية. من الناصر انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة، ومن رام الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. سأبدأ من سيد عواودة لنفهم الشق الإسرائيلية والتفسيرات الإسرائيلية لما يجري الآن. إلى أي حد لغة اليمين الإسرائيلي وتأثيره واضحان في تطورات الضفة الغربية العسكرية اليوم؟ نعم، مساء الخير زميلة سارة ولضيفك الأستاذ محمد ولكل المشاهدين. أولا واستمرارا لحديث زميلنا زياد حلبي، بالتأكيد أن هناك يعني تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع هذه الحرب على غزة. لكن ينبغي التنويه أيضا أن عملية التصعيد قد بدأت قبل نحو 3 سنوات أو أقل بقليل، كانت علامة فارقة مع ولادة أو تشكيل الحكومة السابقة في إسرائيل التي سبقت الحكومة الحالية التي عرفت بحكومة التغيير، والتي كانت بشكل أو بآخر تعرف الإعلام أنها حكومة وسط ويسار، لكنها كانت قد شنت حملة شعواء على الضفة الغربية ضمن ما يعرف باستراتيجية جز العشب. وكانت هذه العملية تهدف إلى اقتلاع نقاط المقاومة ومباغتتها وهي في طور التكوين قبل أن تكبر، وكانت قد انعكست هذه الحملة في اعتقالات ليلية يوميا، وفي يعني عمليات القتل وعمليات الإصابة كانت الأرقام مهولة وكبيرة. لكن 7 أكتوبر بالتأكيد زاد، خاصة وأن اليمين المتشدد المتطرف موجود الآن في صناعة القرار، هناك مستوطن متشدد غيبي موجود كوزير آخر إضافي في وزارة الأمن والحديث عن سموتريتش، وهناك دعم غير مباشر من قبل الشارع الإسرائيلي الذي يخشى تكرار أو استنساخ تجربة طوفان الأقصى في الضفة الغربية. نعم سيد الحوراني، بعد غزة هل تخشون من سيناريو مشابه لغزة ولكن في الضفة الغربية؟ مساء الخير لك سيدتي والضيف الكريم. هو في الواقع احنا امام حكومة لديها خليط من الدوافع السياسية المتطرفة والأيديولوجية الخلاصية، وبالطبع هي هذه الحكومة تملك جيش ضد شعب محتل. لذلك احنا دائما نقول ان اسرائيل يمكنها ان تستمر في خوض حروب هي جبانة وغير مكلفة لها، برغم كل ما نقرأه في التحليلات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمخاطر والتهديدات إن كان على الصعيد الأمني أو على الاقتصادي، ولكنها حرب يمكن القيام بها دائما ضد الفلسطينيين. وهنا يعني هذه الحكومة لا تتعلق الأمور التي نراها الآن بأحداث منفصلة عن رؤية واسعة وشاملة، وهذا ما يجب أن ننتبه له لهذه الحكومة، تتعلق بمحاولة تفريغ الأرض في الضفة الغربية ولو بالتدريج. نعم. أي تطبيق مبدأ التهجير، وهذا بدنا نراه بشكل أكثر وضوح في بعض مخيمات الشمال، لأنه في هذا السياق تأتي الهجمات الممنهجة والمغطاة من الجيش لآلاف المستوطنين الذين يختار مئات منهم الهجوم على قرية معزولة. هناك حرب شاملة تخاض ضد شعبنا الفلسطيني وموازية للحرب في قطاع غزة. نعم. تخاض هنا في الضفة الغربية. من هذه الزاوية يجب أن نفهم كل ما تقدم عليه إسرائيل في الضفة الغربية. وهذا يتزامن سيد الحوراني أيضا مع حديث إعلامي إسرائيلي بحسب معلومات مسربة عن إخلاءات تطال بعض المخيمات كمخيم جنين. نحن نرى غزة أخرى في الضفة الغربية مع اختلاف بالتأكيد واسع في وضع المنطقتين، ولكن مسألة الإخلاءات، مسألة المستوطنات الجديدة، وربما الأمر يمتد إلى تشديد عسكري وأمني أكبر. نعم بالضبط. هنا أريد أن أؤكد أنا على نقطة، أن إسرائيل تريد أن تتحرك مع الفلسطينيين في مواجهة في مربع القوة المجردة، لأن هذا تماما يناسبها. يعني لاحظي احنا احيانا نسمي او حتى الاعلام يسمي كتيبة كذا وكتيبة كذا، اي كتيبة؟ مجموعة من الشباب المسلحين الشجعان، لكن هم في اطار حرب اصلا مختلة التوازن تريدها اسرائيل وتريد ان تستمر بها، ليس فقط لملاحقة هؤلاء الشباب،
إنما لتهجير الفلسطينيين. وهذا يطرح سؤال استراتيجي في الساحة الفلسطينية، ما العمل؟ كيف يمكن أن نوائم الآن طريقة للحفاظ على وجود شعبنا على هذه الأرض كقيمة مقدسة، وفي نفس الوقت نواجه الاحتلال بشكل مدروس؟ لأنه أنا أعتقد أنه في جزء مهم بات من الإعلام لا يشعر بالشعب الفلسطيني أنه إحنا بشر من لحم ودم، لا ينسى أحياناً أنه إحنا مجتمع أعزل بكل ما تحمل كلمة من معنى أمام قوة نووية. شعب نبيل وشجاع، لكن يجب أن ندرس ما هي الوسيلة التي نناضل بها. وهنا أعتقد هذا يتطلب تنسيقاً مع السلطة أكثر قوة. سيد محمد، لأن البعض يبرر ومن الجانب الإسرائيلي يبررون ما يجري بربما هذه الفوضى بين الفصائل. لا لا، الموضوع في الضفة الغربية لا يتعلق إطلاقا، يعني هي مبادرات فردية. نعم. وتأتي نتيجة وكرد فعل على الاضطهاد الذي تقوم به إسرائيل متعدد الأوجه للفلسطينيين. يعني طوال الوقت لم يذكر مثلا أنه غير أكثر من 650 شهيد منذ 7 أكتوبر، أكثر من 11700 سجين فلسطيني. يعني كل بيت في واحد بده يروح منه على السجن، في وضع اقتصادي صعب، في حصار اقتصادي، في مئات الحواجز. نعم. اللي إذا الواحد بده يقطع 60 كيلو بده 5 أو 6 ساعات. هذه سياسة ممنهجة. الآن السلطة تحت الاحتلال، شأن الشعب الفلسطيني. وهنا هذا سؤال مهم، لأن هناك من يعتقد أن السلطة لديها جيش. السلطة مهمة داخلية فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي للمجتمع الفلسطيني، تقديم خدمات التعليم والصحة، ليس أكثر من ذلك. في الميزان والدفع أساسا مقسمة لمناطق أمنية تحسب إطلاقا. نعم. هنا انتقل السيد وديع، ولكن دائما بالضبط. في الشق الإسرائيلي ذكرت مسألة المستوطنين كمستوطن مثل سموتريش هو من يتحكم الآن في الاستراتيجية الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات وبالتعامل مع الضفة الغربية. هذا الأمر ينتقد من البعض كرئيس شباك، كنا تابعنا منذ أيام تصريحه الذي يتحدث فيه عما سماه الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وقال إن ما يخشاه هو تأثير على ما سماها شرعية إسرائيل. إلى أي حد هذا الرأي أيضا متداول لديه داعمين أو مؤيدين في الشارع أو داخل أوساط السياسية الإسرائيلية؟ نعم، أولا ينبغي الإشارة، أنا أتفق مع تقديرات وتقييمات الأستاذ محمد بموضوع أن الوضع خطير وحساس، خاصة أن في إسرائيل من يعمل ليس حكومة متطرفة فحسب ومتطرفة بالمعنى العادي، إنما هناك نظرية أعلنها سموتريش في العام 2017، نظرية حسم الصراع مع الفلسطينيين بالحديد والنار. نتنياهو يصمت على هذه السياسة وصل دليل الرضا. في المقابل هناك تجربة فلسطينية متنوعة، هناك الانتفاضة الثانية، هناك انتفاضة الحجر الأولى، وينبغي على الشعب الفلسطيني مراجعة الجدوى من يعني النموذجين المختلفين لهذا النوع من النضال. لكن أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية تستطيع أن تفعل أكثر مما تفعله، حصر صلاحياتها وقدراتها على الناحية الصحية والأمن الداخلي. أعتقد أنه هذا يعني فيه شيء من التواضع الزائد. السلطة الفلسطينية على الأقل يعني بتوجهاتها الدبلوماسية والسلمية، وهذا يعني معروف، هذا البراديغم، هذه المفاهيمية للسلطة الفلسطينية. ولكن يعني هناك، ولكن ليس عمليا، ليس على الأرض لديها تلك الصلاحيات يمكن أن تتوجه للمجلس الأمن، ربما للجهات الدولية تقصد؟ نعم، هي تتوجه، نعم هي تتوجه، لكن أنا أعتقد أن يعني السلطة الفلسطينية حينما يعني تقول وتدعي بحق أن الانتفاضة الثانية عسكرت الانتفاضة، ربما تكون كيد مرتد يعود إلى الشعب الفلسطيني، هذا كلام عاقل وصحيح ووطني، وحتى وإن كان غير شعبه وإلى آخره. ولكن في المقابل يعني ينبغي أيضا التثبت من أن خيار الانتفاضة الحجر ينبغي فعلا أن يكون مطروح لدى صناع القرار ولدى المسؤولين الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء فقط بناحية الدبلوماسية. وشهدنا أن الدبلوماسية في السنة الأخيرة لم تسعف غزة، لم تنقذ غزة من هذا الدم. صحيح أن هناك ضغوط على إسرائيل، صحيح أنه في محاكم دولية، ولكن حتى الآن يعني العالم يتفرج على هذا النزيف. بما يتعلق بسؤالك حول موضوع هذا الانتقاد الإسرائيلي الداخلي، هو ينبع من سببين. أولا أن اعتداءات المستوطنين سافرة، في البدايات كانت الاعتداءات والتهويد وعملية السلب والنهب تتم بطريقة أكثر ذكاء وبخلال الخطوة خطوة step by step. ثانيا الآن عيون العالم على الاستيطان وعلى إسرائيل بسبب هذا الدم، هذا النزيف في غزة، ولذلك إسرائيل يعني تأخذ اعتداءات المستوطنين
بحساسية لأنها تفضح إسرائيل وتفضح سياسات إسرائيل وحكومات إسرائيل في المنظور العام وفي السنوات الأخيرة، وليس فقط فيما يجري الآن. إسرائيل تريد بخلاف المستوطنين يعني محاولة السيطرة على الضفة الغربية، تهويدها وسلبها ونهب مقدراتها، ولكن بطريقة أذكى. الاختلاف هو على الطريقة، على الوسيلة. لا يوجد خلاف جوهري حول الموضوع، وإن كان في المقابل، وبذلك ننهي، وبسبب الحرب على غزة ويعني الكلفة الكبيرة للحرب حتى على المستوى الإسرائيلي، رغم أن الحديث يدور في الجانب الفلسطيني عن النكبة، ولكن نسمع أصوات تقول أن الحل هو الحل السياسي، لم يعد بالإمكان في إسرائيل. هذه الأصوات تقول أن الحل لا يمكن أن يبقى فقط بالبندقية. نعم. فيما يتعلق بتأثير ما يجري اليوم، هذه العملية الموسعة حقيقة، على الأقل الآن يجري تناقل المعلومات عن طريق الإعلام الإسرائيلي، لا تصريحات رسمية كثيرة تتحدث عن هذه العملية العسكرية الموسعة التي ستدوم لأسابيع، ولكن تحدثنا سيد الحوراني عن المستوى المنظور أو التبعات على المستوى المنظور، ماذا عن المستوى البعيد؟ إلى أي حد هذا الأمر سيؤثر أيضا على مشروع حل الدولتين بعد غزة؟ إلى غاية الآن لا نعلم إن كان الجيش الإسرائيلي سيخرج منها. نتحدث اليوم عن الضفة الغربية وعن زيادة المستوطنات ووضع أمني جديد. أولا يجب نحن كفلسطينيين أن نفكر عميقا ومليا، بحيث لا نجلب مصير غزة المأساوي الضفة الغربية بقلة حسابات. ويجب أن نوازن بين العمل السياسي والعمل النضالي بما يبقي شعبنا على أرضه، وأخذين بين الاعتبار أن هذه الحكومة ذات السياسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، إذن يجب أن يكون من جانبنا ومن جانب أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم حركة سياسية أكثر قوة لحماية الشعب الفلسطيني، لردع إسرائيل. لأنه واضح أن هذه الحكومة، ومن زمان كنا نقول أن نتنياهو يريد أن يستمر في الحرب ليحافظ على ائتلافه الحكومي وعلى استمرار حياته السياسية اللعينة، وهو الآن في انتظار ترامب الذي صرح تصريح خطير قبل فترة بأنه يرى أن أرض إسرائيل أو دولة إسرائيل صغيرة، خصوصا بعد أن قدمت له أرملة ميدلتون 100 مليون دولار وطلبت منه ضم الضفة الغربية. نحن أمام مخاطر جدية، وهذه المخاطر بالمعنى الاستراتيجي لا تتعلق فقط بالفلسطينيين، إنما بكل الإقليم. لذلك مطلوب حتى على المستوى الفلسطيني كما قلت إنجاز تفاهم داخلي يربط السياسي بالنضالي، والانطلاق نحو العالم العربي وأصدقائنا في العالم في حركة حثيثة لحماية الشعب الفلسطيني وردع السياسة الإسرائيلية. خيار نتنياهو هو الاستمرار في الحرب بأشكال متعددة، وأيضا إعادة إنتاج الانقسام وتكريسه بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لئلا يكون هناك أي إمكانية لوحدة إقليم فلسطيني وبالتالي لمسار سياسي. لكن في كل الأحوال سياسة نتنياهو وحكومته مهما كانت صعوبتها ليست قدرا على الفلسطينيين. نحن في النهاية وجودنا على هذه الأرض واسترداداً لروح المبادرة برغم كل الظروف الصعبة قادر أن يفتح لنا بوابة أمل برغم كل هذا الانسداد الذي نراه. وهذا تطلب توافق مثل ما ذكرت، توافق فلسطيني فلسطيني. في البداية شكرا جزيلا لكم من رام الله، كنت معنا عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد الحوراني، وكان معنا من الناصرة أيضا الكاتب والمحلل السياسي وديع عواودة. شكرا.